63,000 ببلاش. صل على الحبيب صل. قف كده. كده اهو. بيتحلب وساب كده. الكيلو ب10 جنيه وبتشتغل. كده. كده اهو. صل على الحبيب النبي صل اللي بقلبه رحمه يصلي على النبي والنبي كده. اطلع روح لوحدك كده روح. روح. ده اللي بيتحط على الجاموس، تعالى هنا. هنا. البيت ده احسن تقول ما بعرفش احلب. بتعلم الحلابه. اي حاجه معاك ان شاء الله يدوي. بهان تحلب يدوي مربوطه على الاسفلت. كده اهو. تحلب كده. قلب رحمه يطلع على الحبيب النبي. بتاع البشوات دي. روحي روح على بنتك روحي كده روحي كده والخلافات اهي سمنتان وبراو يحمو يبارك 63,000 جنيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي عرضنا النهارده شابتين من احسن الشباب اللي في الدنيا بحالي شاب بقر خليط هولشتاين خليط هولشتاين عالي القرن الاصفر نوار الفول ربنا يبارك تاني ولد كسره 6 سنات خنصر هنا وخنصر هنا شوفوا مستلم على الطبيعه وراه انتهت الكح سمنتان بوش سمح اهو يعتبر 80% سمنتان لبن 22 كيلو بلاش نقول 28 29 هي لسه كمان لبن هيزيد يوم عن يوم لانها والده طارق بس احنا بنقول على اللي حلبناه عندنا النتايه ربنا يبارك تسوى 10,000 جنيه لو طلعتها من مزرعه مش مطلعها ب 10,000 جنيه تلقيح سمنتان اصل الاصل والام بالصلاه على النبي القرنين والبوز والطيز وكل حاجه ربنا يبارك البيتزا اكبر من القرن الشابه الثانيه براون اصلي من البراون اللي ما بيجيش منه الا كل 50 سنه مره وراه انتهى برضه براو اهي صلى على النبي صلي اه كل اللي بيشتري ما راهوش شر اللبن بالصلاة على النبي 20 كيلو برضه بلاش نقول برضه 25 يزيد رزقك يقل بتاع بس هنا في بيتي تستلم في بيتي اللبن يزيد عندك رزقك تيجي تستلم هنا يقل عن 20 كيلو بتاعتي ودي يقل عن 22 كيلو بتاعتي ربنا يبارك ده قفل على اول تالت ولد الهولشتاين وراه انتهى خليط سمنتان تلقيح سمنتان يعني يعتبر 80% سمنتان والبراون وراه انتهى براون زيه عشان ما يطلعش الاهل ويبقى ابن حرام صلى على الحبيب النبي صلي الله وكل اللي عنده من ده كداه الطهاره بفلوس ربنا يبارك الثمن بعد الصلاه على النبي 63,000 جنيه لعجلتين البراون والهولشتاين خليط هولشتاين عشان بس الناس ما تقولش انت بتقول هولشتاين خليط هولشتاين عالي والام هولشتاين بيوم اللهم صل على النبي اللهم صل على الحبيب النبي الله وكيل اللي عنده من ده كداه انا عايز اقول اللي عنده من ده يرفع صبعه بس يوريني دي اللبن بيتحط على الجاموس ده اللي بينحط على الجاموس الكيلو ب10 جنيه والله العظيم ببلاش والله البهيم بقى ببلاش هتشحى بهيم كده والله بنكسر الاسعار النهارده ما في اسعار كده خالص شبتين لو عندي اي حد تاني هقول لك ب 85,000 لا ب 63,000 العجلة دي محدش بيعها ب 40,000 من أي حتة، ولا أنت مطلعها من مزرعة ب 40,000، لا دي ولا دي. ربنا يبارك البوز والطيس. صلى على الحبيب النبي صلي. صلى على النبي صلي. هسحبهم لكم رجل بقى عشان تشوفوا تحقوا المال الحلو بقى.